خلينا نشوف تقرير عن الهجوم في المنتخب السعودي واليابان. كشفت مباراتا إندونيسيا والصين الأخيرتان ضمن التصفيات آسيا المؤهلة للمونديال عن أزمة هجوم حقيقية يعاني منها منتخبنا السعودي، الأمر الذي عززته اختيارات المدرب الإيطالي مانشيني المتفاوتة في قائمته الأساسية التي لم تصل في كلتا المباراتين إلى المستوى الفني المطلوب. وتوضح إحصائيات المباريات التي خاضها المنتخب السعودي تحت قيادة الإيطالي وجود مشكلة فعلية بغياب المهاجمين عن التسجيل، حيث سجل مهاجموه في المباريات التي قادها مانشيني 9 أهداف من أصل 24 هدفاً خلال 16 مباراة لعبها الأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي. اللاعب السعودي الآن صراحة لو يجاهد لو إيش يسوي ما حيلعب، يعني الإمكانيات يعني ضعفت عندنا بسبب تجاهل اللاعب السعودي، حتى في الفئة الأقل الدرجة الأولى والدرجة الثانية برضو حظوظهم تعبانة صراحة. نحن أنا أشوف أنك تستقطب مدرب وتدعم اللاعب السعودي أنه يجربه آخر المباريات في نتائج حلوة، تدعمه وتخليه يلعب يلعب لين ما يوصل لمرحلة حلوة. نحن لاحظنا المنتخب السعودي صراحة عندنا إمكانيات وعندنا كل شيء، لكن ما بيلعبوا، يبغى لهم ممارسة، يبغى لهم يلعبوا مباريات حتى يوصلوا للشيء الحلو. وتضم قائمة المدرب روبرتو مانشيني 5 أسماء هجومية يتقدمها صالح الشهري هداف الأخضر في تصفيات الدور الثاني 4 أهداف، إضافة إلى فراس البريكان وعبدالله رديف ومروان الصحفي وكذلك محمد مران. وسجل المنتخب السعودي 3 أهداف في مواجهتين، حمل هدف منها بصمة وتوقيع لاعب خط الوسط مصعب الجوير، في حين تكفل المدافع حسن كادش بتسجيل هدفين في شباك الصين، جلبت أول 3 نقاط للأخضر وسط غياب الحضور التهديفي للمهاجمين. والله كمهاجمين يعني للأمانة يعني لازم أعطيهم الثقة الأكبر وإن شاء الله يثبتوا نفسهم، بالعكس فيها أسامي كبيرة ومتواجدة، نتمنى لها التوفيق، بس لازم يعني هيجتهدوا أكثر، بيكون الضغط عليهم أكبر، فإن شاء الله منهم يعني قدها وإن شاء الله يثبتوا. روبرتو مانشيني أبدى انزعاجه من ضياع الفرص في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة إندونيسيا ودون النظر إلى المستوى الفني الذي ظهر عليه الأخضر السعودي والذي كان دون المأمول، إلا أن غياب المهاجمين عن التهديف هي المعضلة الكبرى التي ستواجه الأخضر. وفي ظل الأزمة الهجومية الواضحة لم يكن أمام مانشيني سوى البحث عن أسماء بديلة يضع ثقته بها في المباريات المقبلة، وهذا ما أكده استدعاء الإيطالي للاعب الشاب ثامر الخيبري مؤخرا لينضم لقائمة مهاجمي الأخضر.